انطلقت فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب اللي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب بساحة دار الأوبرا المصرية، وده كان ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو اللي حفظت هوية الوطن وأرست دعائم القيم المصرية الأصيلة وكانت انتصار لمعركة الوعي. بهدف ربط ثقافة القراءة بالفن والموسيقى، يعقد معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية تحت شعار ابدع وفكر، ويستمر لمدة 10 أيام احتفالاً بالذكرى 10 لثورة 30 من يونيو. المعارض خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب معارض متنقلة للهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وبيشارك معها مجموعة من الناشرين، بتضم مجموعة كبيرة جدا من الكتب المتنوعة، مركزين فيها على كتب الشباب وكتب الأطفال والترجمات وكتب المخفضة بالتحديد، علشان الشباب وطلبة الجامعة يعني نشجعهم على عادة الإقبال على شراء الكتب واقتناء الكتب والقراءة. ده تقليد وزارة الثقافة يعني متبعاه منذ سنوات كتير. وبمناسبة 30 يونيو بيقام هذا المعرض بداية سلسلة المعارض الخارجية في أرض دار الأوبرا، وليست المعارض أو المعرض تابع لدار الأوبرا. نحن هنا في ساحة الأوبرا حيث تلتقي الفنون كلها، يلتقي الكتاب مع السينما مع المسرح مع الموسيقى، وبالتالي هنا ساحة متميزة، هنا ساحة ثقافية هي مفتوحة للجمهور المصري طوال فترة أيام المعرض على مدار 10 أيام. يشارك معنا فيها العديد من دور النشر الخاصة بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، الكثير من الكتب والموضوعات المختلفة للأطفال بأسعار في متناول الجميع في كثير من الإصدارات، تقدم دور النشر المتواجدة معنا خصومات على كثير من إصداراتها، هذا بالإضافة إلى الخصومات الموجودة على إصدارات وزارة الثقافة. الهيئة العامة لقصور الثقافة أكبر قطاع من قطاعات وزارة الثقافة. إحنا بنمتاز إن أقل سعر كتاب في مصر مع متن محترم، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، مجموعة طه حسين احنا منزلين من طه حسين حوالي 21 مش حوالي هم 21 كتاب ب20 عنوان، لان طبعا في كتاب جزئين اللي هي الفتنة الكبرى عثمان وعلي، احنا نزلناها في المعرض اللي فات بمناسبة مرور 50 سنة على وفاة طه حسين. المجموعة دي كلها الكتاب بيبدأ فيها من 5 جنيه. المعرض يستقبل بحب الثقافة والقراءة من جميع المجالات من تاريخ وفن ورياضة ودين، وسط مشاركة 27 ناشرا من دور عربية ومصرية. والله يعني هو دي الدورة الثانية للمعرض، بيتأكد هوية المعرض، بيقدر يقدم ايه، استفدنا بالتجربة الأولى، ويمكن لسه بقول للزملاء انه بيصادف انه في مهرجان الاساتذه في الاوبرا المصريه، وده بيجذب مجموعه كبيره من المثقفين. احنا عندنا معرض في بورسعيد ان شاء الله قريب، هيئه الكتاب واتحاد الناشرين، عندنا معرض في نقابه الصحفيين قريب برضو ان شاء الله بنرتب له هذا الشهر، ففي مجموعه من الاحداث الثقافيه، في معرض في مكتبه دار المعارف اسكندريه بمبادرة إحنا للسنة السابعة بنقدمها. أنا مشارك بكتاب عاصمة الخلود، حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة، صدر قبل العيد بيومين اتنين، للأسف بدأ توزيعه النهاردة. الكتاب بيحكي عن فكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر. الشارع المصري كله اتكلم، مثقفين وساسة وناس كتير اعترضت على الفكرة، وناس قالت مش وقتها والكلام ده كله. فالكتاب بيوثق الفكرة منذ أن بدأ الحديث عنها، لأن هي فكرة مش جديدة للأمانة، الفكرة بدأ الحديث عنها نهاية 70s القرن الماضي، وتناولها الدكتور جمال حمدان في كتابه القاهرة حتى قيام ثورة 30 يونيو، وبدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى مقاليد الحكم في البلاد، وخرج من الأدراج المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052. فوجئت إن في المعرض وفرحت، يعني إن هو في موسم الصيف وتقريبا مش عارف، أنا أول مرة أشوفه في الصيف، فدي حاجة كويسة جدا. ومتنوع بقى، يعني ان فكره المعارض الكتاب مستمره طول السنه، دي حاجه كويسه. انا كنت في اسكندريه، كان في معرض في اسكندريه، فده شيء ايجابي جدا. يعني جميل جدا، جميله قوي الفكره،
إن الناس جاية عشان تسمع موسيقى أو تحضر معرض فني تشكيلي فتلاقي معرض للكتاب، فده فرصة جميلة جدا يعني، ويعني شايفة إن هي حاجة جديدة وياريت تستمر يعني. أسعار الكتب في المعرض تتراوح من جنيه واحد فقط وخمس جنيهات لكتب أخرى لطه حسين، ووصولا لأسعار أعلى للكتب المترجمة. ويتميز المعرض باحتوائه لكتب الأطفال التي تعمل على زيادة وعيهم بالثقافة والتاريخ المصري. الحقيقة في حراك كبير قوي بتقوم بيه وزارة الثقافة، لأن هو المعركة الحقيقية اللي يمكن بنقول عليها دايما اللي بتواجهنا هي معركة الوعي. يعني وزارة الثقافة قايمة بدور كبير جدا صحيح. جدا في جميع أنحاء الجمهورية، حتى المحافظات الحدودية بنشوف فيه فعاليات كبيرة قوي بتقوم بيها وزارة الثقافة. يمكن شفنا كمان الحفلات الترفيهية والثقافية اللي بتقوم بيها، شفنا مدحت صالح كمان كان عامل للأساتذة ومدحت صالح فالحفلة بتاعته الشهيرة. في فعلا زي يعني ما احنا شايفين دلوقتي في فعاليات مختلفة كتيرة، حتى كمان في مدينة العالمين في دور كبير بتقوم بيه وزارة الثقافة. ده حقيقة بسنت. ويمكن لو هنرجع يعني فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، كان بينظم هذا العام في نسخته الثانية تحديدا يعني للاحتفال بمرور 10 سنوات على ذكرى انطلاق ثورة 30 يوليو تحديدا، ولكن احنا هنا بنلاقي الموضوع مختلف. ليه وزارة الثقافة بتهتم بده؟ لان احنا بنتكلم على كانت الثورة دي هي ثورة من اجل الحفاظ على الهوية المصرية تحديدا، وعدم يعني بطش او سيطرة جماعة بعينها على يعني كانوا عاوزين اللي هم يخلونا اللي احنا يعني نروح لعادات وتقاليد وقيم غير العادات والتقاليد والقيم اللي احنا تربينا عليها في مصر تحديدا، وغير كمان الهوية المصرية الخالصة المتنوعة المتعددة تحديدا. ولو هنرجع بالذاكرة هنلاقي ان وزارة الثقافة تحديدا كانت الشرارة الاولى لانطلاق الثورة، حينما رفضت تدخل وزير الثقافة الإخواني في ذلك الوقت في هذه الهوية المصرية. عشان كده النهاردة بنلاقي ان وزارة الثقافة بتلعب دور كبير جدا في تشكيل الوعي في المرحلة الحالية، بتلعب دور كبير من خلال القوة الناعمة اللي بتمتلكها وزارة الثقافة، سواء كان زي ما قالت بسند في قوة ناعمة فنية ومهرجان الأساتذة اللي انطلق بحفلة الرائع مدحت صالح، وأيضا النهاردة نسخة جديدة من نسخ معرض الأوبرا الثاني للكتاب، وبنلاقي ليها تواجد مهم جدا في مهرجان أو العالم عالمين تحديدا، في تواجد من خلال عدد من الأنشطة سواء كانت ندوات فكرية أو عروض مسرحية أو غيرها.